أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم، اليوم العالمي للمسرح. تحبوا المسرح؟ نعم. شكون اللي راح المسرح هنا؟ يا المسرح الوطني وكم رحتوا؟ عمو يزيد الغزو والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة الرسام محمد كسياخم. وش رأيكم لو كان نروحوا نسمعوا أغنية يغنيها لكم عمو يزيد، نقول فيها هي الفصول الأربعة جميلة منوعة. يلا كمل معي. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. انتم ثاني اللي حبيتوا تحضروا، ما عليكم الا تشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار اراء وملاحظات، يبعثوا لي رسائل وانا نقراهم. استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. سلام، نحبكم يا اطفال. الله هو الخالق والكون ليس مضيع، هل تفهموا احبتي؟ كل الفصول نافعه. هي الفصول الاربعه جميله منوعه، عبر شهور السنه مواسم موزعه. عيد ميلادك احلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصه عمو يزيد؟ اذا اجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. اجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، تعالوا هلموا الينا انضموا مع عمو يزيد.